السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة جميلة جدا اسمها دي دبليو جي او ساين ساين تشينج اوف دروينج اوبجكت. لو في أي تعديلات حصلت في المشروع يبدأ يقول لك عليها ويقول لك مين اللي كان فاتح الملف دوت وتاريخ التعديل امتى. اهوت هي طبعا بتشتغل على الاوتوكاد، فبتيجي تقول له دي دبليو جي او ساين، تختار الحاجة اللي انت عايزها فيقول لك مين اخر واحد عدل عليها وتاريخ التعديل بتاع العنصر دوت، بتاع البلوك دوت، بتاع اللاين او الدايمنشن دوت. يبدأ يقول لك اخر تعديل كان بواسطة مين وكان امتى. وممكن تحدد شخص معين ويبدأ يقول لك ايه العناصر اللي الشخص ده كان مسؤول عن اخر تعديل فيها، تكتب له اسم الشخص فيبدأ يعمل لك سيلكت على الحاجات اللي هو عدلها الشخص دوت. ممكن يصدرها لك على اي ريبورت في اي اكسل فيها الاخر اشخاص تشتغل عليها والتواريخ بتاع الشغل بتاعك.